الاستغفار في شهر شعبان المبارك عن الإمام الصادق عليه السلام قال: من قال في كل يوم من شعبان 70 مرة أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم وأتوب إليه يكتب في الأفق المبين. قيل: وما الأفق المبين؟ قال عليه السلام: قاع بين يدي العرش فيها أنهار تطرد فيه من القدحان عدد النجوم. وعن الإمام الرضا عليه السلام: إن من استغفر في شعبان كل يوم 70 مرة كان كمن استغفر في غيره من الشهور 70,000 مرة. قال الراوي: فكيف أقول؟ قال عليه السلام: قل: أستغفر الله وأسأله التوبة.